يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن سود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس ما للحرارة ليلا رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. البداية من القاهرة 36-27، الإسكندرية 32-24، مطروح 32-25، بورسعيد 34-25، والإسماعيلية 38-25، إلى السويس 36-26، العريش 35-24، طابة 34-27، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 39-30، إلى الأقصر 42-28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 42-28، حلايب 36-29، وشلاتين 38-31. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.